بعدها. سواعد هي كفكرة طبعا تم النظر إليها من إدارة تعليم جدة واكتشافها، وخصوصا من النشاط الاجتماعي في جدة. وأنا أوجه تحية للدكتور عبد العزيز يعني ونعم دكتور عبد الغامدي، العزيز الغامدي، نعم هو ونعم الذي أبو محمد. سعى وراء الوضع، نعم أبو محمد وفقه جميل. الله، والأستاذ خالد السفري، والكوكبة اللي موجودة في النشاط على رأسهم كذلك المدير عام النشاط عوض عتيبي. فالفكرة انطلقت أنه عندي خامات جميلة في الميدان، لماذا لا أجمع لها عنوان مثلا أو مسمى، حلو مسمى سواعد، لماذا لا أجعل لها مسابقة تنافسية حلو وأصبح لها مسابقة تنافسية، حلو. لماذا لا أجعلها تشارك على مستوى الوزارة وهي الآن تشارك على مستوى الوزارة. طيب من هم الذين ينزلون في الميدان؟ هم أبناءنا في المدارس، فبدأت الفكرة في تكوين فرق داخل المدارس، ثم جميل. على مستوى المراكز، ثم على مستوى مكاتب الإشراف، وثم على مستوى الإدارة. فأصبح الحمد لله العدد موجود حلو جدا جميل وجدا جميل وعندهم مهارات. طيب المبادرات ايش هي؟ كل سنة في جائزة تقدم نهاية السنة لأفضل مبادرة وتفوز بها مجموعة من المدارس وتكرم من مدير عام التعليم مباشرة، يا سلام. هو الذي يكرم ونائبيه في كل سنة، نضعها في فندق من الفنادق ويكرموا فيها بجوائز تليق بالشباب ويكرم فيها شبابنا. إذا المبادرات موجودة، بس الكلام احنا كيف نجعل الشاب يتحرك من الداخل جميل.